السلام عليكم. نواصل باقي المحاضرات، الفيديو اللي سجل فيه نحن اونلاين. وصلنا محاضرة فاتت عن توصيل المقاومات. بنعرف توا ان احنا قلنا ان المقاومات وين، في توصيل على التوالي، في توصيل على التوازي، في توصيل مركبه اللي هو مجموعه توالي توازي مع بعضها في نفس الدائره الكهربائيه. الكلام هذا كله واخدينه نحن في دوائر كهربائيه واحد، لكن بنديروا عليه مراجعه كي بسيطه، باش بعدين لما نتعامل مع الاجهزه الكهربائيه في قياسات الدي سي والاي سي للتيار والجهد والسؤال للمقاومة في حالة القنطرات الزين، حنخطو الكلام هذا بعدين. حيقعد عندنا فكرة احنا كيف توالي وكيف توازي، كيف تقسم التيار، كيف الجهد متساوي. بندير عليهم ريفيو، بس مراجعة سريعة. أولا توصيل المقاومات على التوالي. طبعا احنا قلنا توصيل المقاومة التوالي ليش، شو الفكرة من توصيل التوالي؟ هو بيزيد التيار الجهد في الدائرة الكهربائية، زيادة قيمة المقاومة كلية دائرة وزيادة حمل الدائرة للجهد. يعني انت لما تزيد مقاومة، تضيف مقاومات على التوالي، هيك المقاومة الكلية حتزيد. ليش؟ لأن المقاومة الكلية في حالة التوالي شو نساوي؟ نساوي مجموع المقاومات المؤثرة على التوالي. في نفس الوقت الجهد يتقسم على هذه المقاومات، تمام؟ يعني جهد على المقاومات الأولى وجهد على المقاومة الثانية، يتقسم الثالثة، وهكذا على عدد المقاومات المؤثرة على التوالي. بما أن التيار قاعد هو نفس التيار مر في الدائرة. يعني أصلا نحن فكرة التوالي شنو هي؟ فكرة التوالي هو كي تعرف العناصر هذه مربوطة التوالي، إن العناصر اللي مر فيه نفس التيار. يعني التيار اللي مر في المقاومة الأولى هو نفس التيار بالضبط اللي مر في المقاومة الثانية وهكذا، معناتها العناصر هذه موصلة على التوالي. الفكرة فيه إن هنا نزيد حمل الدائرة، لأن المقاومة الكلية الدائرة حتزيد. لما نبني مقاومة كلية زيادة حتزيد، حنوصل المقاومات على التوالي. حيجد المقاومة الكلية حاصل مجموعة هذه المقاومات، كيف وضع هنا في القانون؟ أنا حاط مقاومات R1 وR2 وR3 إلى Rn. Rn هذه مجموعة من المقاومات مهما يكون عددهم. وضع مصدر جهد الـ E، وضع التيار مر في الدائرة، معلش إلا مسار واحد هو نفس التيار مر في المقاومة الأولى هو نفس التيار مر في المقاومة الثانية وهكذا. فالمقاومة الكلية شنو حتقعد؟ حتقعد عبارة عن حاصل مجموع هذه المقاومات من R1 إلى Rn. ونقدر نحسب التيار اللي مر في الدائرة هذه عن طريق شنو؟ عن طريق حاصل قسمة مصدر الجهد هذا قسمة المقاومة الكلية. لأن المقاومة ممكن نخليها مقاومة واحدة، عندي مصدر جهد واحد، عندي مقاومة واحدة، والتيار مر فيه نفس التيار، لأن ما عنديش إلا مصدر جهد ومقاومة واحدة، هي مقاومة كلية حتقعد. فيجد التيار هذا شنو هو؟ عبارة عن مصدر جهد قسمة المقاومة من قانون أوم. الآي يساوي في على آر، الفي عندك هنا إي اللي هي مصدر جهد إي والد الحاصل عليه من البطارية هذا إي، قسمها آر توتال اللي حاصل المقاومة الكلية لهذه المجموعة المقاومات الموصلة على التوالي نشوف فيه قدامنا. هنا عندي قال لي جهد يتقسم على المقاومات، نحن عارفين أن التيار في التوالي يكون نفس التيار، لكن جهد يتقسم عليهم. فليش واحد ما يقول لي ليش ما يقسم نفس الجهد؟ نقول لك لأن جهد المقاومة الأولى شنو هو قانون أوم؟ تيار في المقاومة. صح التيار فيه يمر فيه نفس التيار، لكن المقاومات يختلفة. في حالة واحدة إذا كان المقاومة تساوي على التوالي، هذا كلها متساويات، صح يكون فيه نفس الجهد عليه، لكن إذا كان مختلفات، وهذا على الأغلب يكون المقاومة مختلفة مربوطة على التوالي، فحتكون قيمة الجهد على المقاومة تختلف عن المقاومة الثانية. ليش؟ لأن يعني قيمة الجهد على المقاومة الأولى مثلا على سبيل المثال تساوي V تساوي I في R، يعني V1 تساوي I لأن يعني تيار ثابت على المقاومات، في ضرب R1 تيار ثابت لكن المقاومة تختلف، R2 تختلف، V2 شنو يساوي؟ تيار I هو ثابت نفس التيار مر في المقاومة الأولى نفس التيار مر في المقاومة الثانية لأن مربوطات على التوالي، ضرب R2 وهكذا. معناتها نحن أي جهد على أي مقاومة في حالة موصلت على التوالي شنو يساوي؟ يساوي التيار اللي مر فيها في قيمة المقاومة هذه. فيختلف التيار لأن المقاومات يختلفن قيما عن بعض، كيف نشوف R1 و R2 و R3 وهكذا، بينما التيار هو نفس التيار مار في الدائرة لكن جهد معلش يختلف لأن نفس لأن جهد يساوي تيار في المقاومة والمقاومات تختلف. لو بجيب قدرة على قدرة أي وحدة من المقاومات هذه، شنو هو؟ لو تبي قدرة المقاومة الأولى، يعني قدرة المقاومة طبعا هي عنصر يستهلك في القدرة، فاهم؟ والمصدر جهد هو عنصر شنو؟ ينتج في القدرة. لأن هذا مصدر من كلمة مصدر نعرف أنه ينتج في قدرة. فلو لم نحسب المقاومة المقاومات، فهذا المقاومة مستهلكة تستهلك فيها المقاومة شنو هي قدرة؟ قدرة تساوي التيار في الجهد، يعني التيار مر في المقاومة هذه ضرب الجهد بين طرفي المقاومة هذه. بينما لو تقدر تجيبها علاقة أخرى حكينا من قبل، قلنا مربع التيار في المقاومة، يعني نبي مقاومة R1 مثلا، نبي قدرة بتاع المقاومة R1، حنقول هو مربع التيار اللي مر في المقاومة R1 ضرب قيمة المقاومة R1. باهي بطريقة أخرى شنو هي تلك الطريقة؟ هي مربع الجهد قسمة المقاومة. يعني لو نبي مثلا على سبيل المثال نبي القدرة التي تستهلكها المقاومة رقم R3، حنقول له قدرة المقاومة هو مربع الجهد بين طرفي المقاومة R3 اللي هو V3 قسمة المقاومة اللي هي مقاومة R3. يعني المقاومة التي قدرة تستهلكها مقاومة R3 شنو هي؟ V3 تربيع قسمة R3.
وهكذا. في حالة التوصيل على التوازي، طبعا نحن الفكرة الأساسية من التوصيل على التوازي شنو هي؟ تقليل قيمة المقاومة الكلية للدائرة. يعني أنت لو توصل المقاومة على التوازي شنو حتكون المقاومة الكلية بتاعها هذه أقل قيمة. لو تبي أكبر قيمة حمل، أكبر حمل يسهلك التيار من الدائرة هذه، فتوصل المقاومة شنو على التوازي. لو تبي أقل حمل يعني أقل مقاومة، حتوصل شنو المقاومة تاخذين شنو على التوازي، مش حصل على قيمة أقل مقاومة، لأن هي عكس التوالي. فالتوالي هو حصل مجموع المقاومات، المقاومة الكلية تساوي حصل مجموع المقاومات، بينما التوازي هو مقلوب المقاومة الكلية يساوي مقلوب مجموع مقلوب المقاومات. يعني واحد على R2 شنو يساوي؟ واحد على R1 زائد واحد على R2 وهكذا. ونحن نديره في قانون آخر، نتعامل بالمقاومتين، شنو نقوله؟ نقوله حاصل الضرب ولا حاصل جمع. طبعا جاي من القانون هذا، نحن وضحناها في الدورة الكهربائية واحد، ان واحد على R2 يساوي واحد، لو كان المقاومتين فقط على التوازي هنقوله واحد على R2، واحد على المقاومة الكلية لهن شنو نساوي؟ واحد على R1 زائد واحد على R2. لو واحد المقامات ونقلب حينتج عندي بعدين ان ار توتال اللي حاصل المقاومتين مربوطات التوازي هو حاصل ضربا على حاصل جمع، تمام. فقانون عام يقول لي ان مقلوب المقاومه كليه في حاله المقاومات توصل التوازي يساوي مقلوب المقاومه الاولى زائد مقلوب المقاومه الثانيه وهكذا الى ان كم المقاومات مربوطه على التوازي. بعدين حصل النتيجه هذه نقلبها حقيقه شنو؟ ار توتال تساوي القيمه هذه، يعني واحد ار توتال يساوي واحد ار واحد زائد، انا عندي قيمه ار واحد وار اثنين، لما حصل على واحد ار واحد زائد واحد ار اثنين وهكذا يطلع لي رقم. نقلب اليمين ونقلب يسار، اني يسار عندي فيه واحد واحد قسم ار توتال، اليمين هذا واحد ار واحد زائد واحد اثنين هكذا، طلعت منه الرقم. لما نقلب الرقم هذا ونقلب يسار نحصل ان ار توتال تساوي القيمه اللي حصلنا، او نتعامل بالمقاومتين نقول حصل ضربا حصل جمعا، وبعدين نوصل الى مقاومه واحده. الفكره اننا في حاله التوازي معناته راه هذه الحمل هذا اقل حمل في الدائره، لان المقاومه الكليه تنقص، اقل مقاومه ممكن حصلها من الدائره لما اوصل مقاومه الدائره هذه على التوازي. بينما التيار في التوازي يتقسم، لكن الجهد هو اللي يقل ثابت. ليش الجهد يقل ثابت؟ لان الجهد يقل ثابت ليش؟ لان شفنا احنا حكينا ان اي نقاط بينات السلك يعتبر نقطة واحدة. فلو نجيب بحث في R1 و R2 و R3 بحث فوق في القمة في النقطة، طبعا كل مقاومة عندها طرفين، طرفين يمين ويسار المقاومة، لكن حنوصل المقاومات بالطول هيك بشكل أفقي بشكل عمودي معلش. فلو بحث فوق حتلقى بينات السلك بس ولوطة بينات السلك، أن أي نقاط بينات السلك يعتبر نقطة واحدة، معناتها المقاومات هذينا فوق بداية وحدة ونهاية وحدة. وهذا هو تعريف التوازي. تعريف التوازي أن أي نقاط بداية المقاومات أو عناصر لأن نفس نقطة البداية ولأن نفس نقطة النهاية فهذين يعتبروا مواصلات على التوازي. في حالة التوازي جهد نفس الجهد، لأن النقطة الفوقية هي نفس النقطة كلها، لو كانت موجبة حتلقى كلها موجبة، والنقطة الأخرى لو كانت سالبة حتلقى كلها سالبة، فهي هذا هو نفس الجهد. لكن تيار تقسم يختلف عن تنمار في المقام الأولى نفس، لأن العقدة الفوقية دي تقسم عندها التيار، تمام. طبعا حكينا المقاومة الكلية كيف حصلها، هي مقلوب المقاومات، مقلوب المقاومة الكلية يساوي مجموع مقلوب المقاومات. قلنا التيار هو اللي يتقسم والجهد يصبح ثابت عكس التوصيل على التوالي. قال لي انا ان طبعا هذا الكلام هذا نتاع شده التيار كل مر بالدائره يساوي مجموع التيارات مر بالدائره، هذا هو عباره عن شنو؟ هذا عباره عن قانون كرشوف للتيارات. تيار كل دخل تيار مجموع تيار داخل العقدة يساوي مجموع تيارات خارج منها. حنحصل المعادلة دي I تساوي I1 زائد I2 زائد 3، لأن التيار كل I بعدين تقسم عند العقدة I1 وI2 وI3. لو تبي أي تيار شو تقول؟ جهد المقاومة قسمة المقاومة، قانون أوم I يساوي V على R. لو تبي جهد التيار اللي مر في المقاومة R1 كان موصل التوازي مع بعض R1 وR2 وR3، هتقول شنو؟ هتقول إنه هو يساوي جهد قسمة المقاومة هذه، لأن جهد كله نفس الجهد، لأن في حالة توازي نحن قاعدين. فبما أن جهد نفس الجهد لكن المقاومات يختلفان، فالتيار الأول يساوي جهد قسم المقاومة الأولى، التيار الثاني يساوي جهد قسم المقاومة الثانية وهكذا إلى أن التيار IN آخر لو كان عندي مقاومة اسمها RN فنقول التيار اللي مر فيها يساوي جهد قسم المقاومة دي. ليش درنا كلهم إي؟ لأن الجهد متساوي في حالة التوازي والتيار يختلف، نجيبوه بالعلاقة هذه اللي يقولون أوم على كل مقاومة. لو كان عندي الطريقة الأخرى اللي هو التوصيل المركب، هو عندي توصيل مقاومات على التوالي والتوازي معا في نفس الوقت. في هذه الحالة شنو يصير؟ يتقسم جهد والتيار مع بعض. ليش؟ لأن شفت في الدائرة اللي قدامنا هذه التيار I يوصل العقدة هذه اللي فيها يمشي R2 وR3 حيتقسم عليهم، يتقسم جزء عادي على R2 وجزء يمر في مقاومة R3 وبعدين يجمع مرة أخرى I ويمر في نفس الدائرة. فهكذا احنا عندنا مقاومة R2 و3 موصلات على التوازي، لكن بعد ما درينا عملية التوازي مع بعض حيطلع لك مقاومة واحدة. المقاومة الواحدة هذه هي اللي حصل
المقاومة الكلية بتاع R2 وR3 هي ما وصل على التوالي مع المقاومة R1، لأن حيمر فيها تيار هو نفس التيار I اللي مر في R1. بعد ما تجيب محصلة المقاومة R2 وR3 على التوازي حيطلع لك مقاومة واحدة، فيمر فيها نفس التيار I يمر في R1، بعدين يمر في محصلة المقاومة الكلية بتاع R2 وR3 ويكمل عقب الدائرة. فهذه الدائرة هذه فيها حالتين، هي التوالي والتوازي. وخذينا احنا حتى مواضيع أخرى في الدواء الكهربائي. واحد اللي هو لو ما كانش عندي توالي وتوازي حندير عملية تحويل من نجمة مثلث أو مثلث نجمة باش نحصل أن التوالي وتوازي، وكلها هذه كلها عارفين، لكن حابين أذكركم بس طريقة التوالي وتوازي وكيف نتعامل مع دواء كهربائية في الجهود والتيارات. نشوف توا التصنيف أجهزة القياس طبقا لطرق إظهار القراءة اللي هي الميجرينج انسترومنت، يعني أجهزة القياس كيف نصنفها أنا؟ نصنف على أي أساس؟ نصنف على أساس طريقة إظهار القراءة. طبعا انت تقدر تصنف على تصنيفات كثيره، يعني كيف ما تبي تصنف صنف، لكن انا بيك تصنف على طريقه هذه، يعني بصنف الاجهزه على شنو، على كيف تطلع في القراءه نتاعها. فبالنسبه لاجهزه القياس لو بنصنفهم على طريقه اظهار القراءه فنصنفهم بالطريقه هذه. اول تصنيف اللي هو اجهزه القياس التناظريه او يسمو فيها التماثليه اللي هي الانالوج. شو الفكره الجهاز؟ كيف تعرف جهاز انالوج؟ اي جهاز يعطي في القراءة متاعته عن طريق مؤشر يتحرك على تدريج فهذا هو جهاز تناظري أو تماثلي اللي هو أنالوج. تمام؟ أي جهاز يعطي في القراءة متاعته عن طريق مؤشر يتحرك على تدريج فهذا جهاز أنالوج تناظري أو يسمى تماثلي. فقال لك أنا أجهزة قياس تناظرية أو تماثلية هي الأنالوج، هي تصمم بمؤشر يتحرك على تدريج باش يبين لك قيمة أو القراءة المناسبة مباشرة. طبعا نشوفوا هنا قدامنا في أجهزة مجموعة من الأجهزة تقيس، مش جاي إني أجهزة تقيس تيار ولا جهد ولا مقاومة ولا مجموعة أجهزة، في اللي تقيس حتى في الوزن كيف الميزان العادي هذي اللي تمشي المحل مثلا بتاخذ خضرة ولا بتاخذ أي حاجة، فتلقى ميزان مؤشر تحرك تدريج هذا جهاز تناظري أو تماثلي. فأي جهاز عندنا يعني هذا معناته جهاز تماثلي تناظري، لكن نحن نحكي بجانب الكهربائي توا فنحكوا على الجهاز اللي تقيس في التيار وجهد والمقاومة. فهذا قال لك في جهاز يقيس في التيار وجهد والمقاومة سواء كانت اي سي سواء كانت دي سي بالنسبة للتيار والجهد، يسمى الجهاز هذا جهاز الافوميتر. أنت نقول افوميتر تماثلي أو تناظري لما يجد اللي في قراءة تحت عليه مؤشر تحرك تدريج. فشكل واحد هذا شوفوا أن هذا افوميتر، يعني تقدر تقيس به جهد سواء كان دي سي سواء اي سي، تقدر تقيس به تيار سواء كان دي سي سواء كان اي سي، وتقدر تقيس به مقاومة تاع اي عنصر من عناصر الدائرة. فهذا عن طريق كيف قراءة، كيف تقراها؟ عن طريق تدريج يتحرك عليه مؤشر. وهنا المدى هذا تقدر تحركه على اي شنت تبيته، دي سي اي سي مقاومة تيار جهد بالطريقة هذه. هنا قال لك في جهاز بس يقيس في الجهد بس هو اسمه الفولت ميتر، يعطي حتى القراءة على مؤشر نفس ما نشوفه في كيف يبين في القراءة مثلا على مؤشر كيف، أو مش داعي يكون جهاز، يعني يوريك إنه قياس الجهد بس، إنك بتقرا جهد لآلة معينة مثلا عليها مؤشر جهد، فهذا مؤشر جهد يوري فيك الجهد عن طريق علامة كيف عرفت إن هذا يقرا جهد؟ علامة الفي فوق، أنا معناتها قراءات اللي قدام التدريج هذينا المؤشر هذا بتقرا أنت جهد. في التالتة هنا قال لك بشكل التالت هنا قال لك قياس قدرة الوات ميتر، فهذا عبارة عن مؤشر تحرك عليه تدريج تحرك عليه مؤشر. كيف عرفت تقيس القدرة؟ عن طريق كلمة كي دبليو، كي دبليو هذه واحدة قياس شنو؟ كيلو وات، قياس قدرة. فهذا معناتها هي القيمة اللي بتقراها من هنا من المؤشر هذا هي قيمة قدرة. الجهاز الرابع الشكل الرابع هذه هي هذا يقيس شنو؟ يقيس تيار أميتر، لما يقيس جهد بس تم فيه فولت ميتر، لما يقيس قدرة بس تم فيه وات ميتر، لما جهاز أو مؤشر أو الشكل اللي قدامك يقيس فيه الأميتر التيار بس فسموه فيه الأميتر. الأميتر الشكل الرابع عرفت ان جهاز او مؤشر هذا القراءة اللي بنطلعها منها هي قيمة تيار، ليش؟ لان مكتوب حرف الاي هنا، فالاي هذا يدل على شنو؟ يدل على الامبير اللي هو واحدة قياس التيار. النوع الثاني من الاجهزة لو انه بيصنفن على طريقة اظهار القراءة اللي هو اجهزة القياس الرقمية. الرقمية اللي هنا شنو؟ ديجيتال. الديجيتال هي شنو؟ هي اجهزة دقيقة جدا تظهر لك كمية او كمية مقاسة. وانت كيف تظهر القراءة؟ طب بالنسبة للتناظري يطلع القراءة كيف؟ يخرج القراءة، يخرج عن طريق مؤشر يتحرك على تدريج. لكن بالنسبة للقياس الرقمية هذه تظهر على طريق شاشة إلكترونية في صورة أرقام، يعني أرقام يطلع على شاشة إلكترونية، فهذا هو جهاز القياس الرقمي أو الديجيتال. طبعا جهاز تعد القياسات الرقمي اللي هو اسمه ديجيتال مالتي ميتر، هذا اللي يقيس التيار والجهد الأمبير حتى هو بس شنو؟ عن طريق شاشة تظهر عليه أرقام نفس ما وري في شكل خمسة هذه هي. هذا نوع من أنواع الأجهزة اللي هنا شنو؟ الأجهزة الإلكترونية اللي هي الأجهزة الرقمية اللي هي ديجيتال، تظهر قياس عن طريق شنو؟ عن طريق شاشة على أرقام. لو جينا اللي بعدها
الثالث اللي هو جهاز القياس التكاملية. ش يدير الجهاز التكاملية هذا؟ هذا قال لك هي تكامل أو تجمع الكمية المقاسة خلال فترة زمنية معينة. على سبيل المثال كيفاش التكاملية هنا؟ شو اللي يقيس لي في أو يجمع لي في الكمية المقاسة اللي نستهلك فيها أو نقيس فيها خلال فترة زمنية معينة؟ هو شنو؟ هو جهاز القياس قياس استهلاك الطاقة الكهربائية، اللي هو العداد الكهربائي موجود في الحواشين عندنا في المنازل. فالجهاز شنو يدير؟ لما يجي القارئ يقرأ قراءة الجهاز هذا، الجهاز هذا يقرأ في شنو؟ يقرأ في قيمة اللي استهلكها مثلا المنزل في فترة معينة، من فترة أسبوع أو فترة 10 أيام. أنت أخذ أخ قراءة إلى توا، هيطرح قيمة بلدنا، حطلع قيمة هذه هي اللي استهلكها المنزل هذا أو المكان اللي محطوط عليه العدد هذا في فترة معينة. فهو يكامل أو يجمع الكمية المقاسة خلال فترة زمنية معينة. الرقم يزيد كل ما تستهلك كل ما يزيد الرقم، وهكذا خلال فترة معينة باش يعطيك أنت كم استهلكت من قدرة في فترة معينة. فهذا يطلع فيها عن طريق شنو؟ أرقام يتحرك أو قرص يتحرك، فهذا اللي يجمع لك أو يكمل لك كمية قياس أو القدرة اللي أنت استهلك فيها في خلال فترة معينة، اللي هو مثل جهاز استهلاك الطاقة الكهربية عند المنزل وعدد كهربائي. رابع نوع من أنواع أجهزة القياس التسجيلية هو أجهزة القياس من أنواع أجهزة القياس هو أجهزة القياس التسجيلية، يسمينها تسجيلية لأن شنو؟ لأن يظهر في القراءة على شكل رسم بياني على ورق. يعني هو قال لك انا في تعريفته هو عباره عن جهاز مؤشر يرسم رسم بياني على ورق، حيث يمثل الكميه المقاسه متغيره مع الزمن، مثل جهاز قياس القدره في محطه التوليد، او مثل نقول لك مثلا كيفيش مثلا مثل جهاز تخطيط القلب مثلا. على سبيل المثال تخطيط القلب بعدين يضل لك ورقه كيهي مرسوم عليها رسم كيهي، حتى هو نفس الفكرة كي من أو ما بحث الدكتور بحث القراءة هذه اللي هي الرسم البياني هذا، هيعرف نبضات القلب شنو هن، شنو وضع المريض هذه، هيفهم عن طريق شنو كيف يقيس له نبض القلب، يقيس عن طريق الرسم البياني هذا. نفس الفكرة أنت لما زي مثال آخر مثلا، لما مثلا يجيبوا لك في النشرة اليومية كده يجيب لك مثلا ارتفاع أسعار البورصة أو أسعار النفط أو كذا، يرسم لك شنو على مدى سنوات كم كان مثلا النفط في السنة هذه، السنة اللي بعدها، السنة اللي بعدها، حتى شنو رسم بياني. أنت من أول بحث رسم بياني تشوف أن أعلى قيمة وصلها النفط أو وصلها البرميل على الخام النفط مثلا في كانت سنة 2014 مثلا، أقل قيمة وصلت مثلا في سنة 2015 مثلا، وهكذا. أنت من طريق الشكل اللي أنت تعرف بياني هذا أعلى ارتفاع وصل له كم وأقل قيمة شنو، هو شكل بياني، لكن أنت عن طريقه عرفت شنو وصلتك الفكرة اللي هو يوصلها لك اللي هي شنو مثلا اللي هو أسعار النفط او مهما اي فكره بوصل لك. نفس الفكره هنا رسم قلب، نفس فكره قياس قدره في محطات قدره التوليد، هذا كله عباره عن طلع رسم على ورقه، رسم بياني عن طريق النظر في الورقه هذه، حتعرف شنو، حتعرف الكميه المقاسه اللي تبي تقيسها سواء كانت قدره او تحليل معين تبي تفهم منه قراءه بتاعتها. فهذه اجهزه قياس تسجيليه طلع في قراءه بتاعها عن طريق رسم على ورق بياني. فمثلنا الاربع انواع من الاجهزه هذين عن طريق شنو؟ صنفنا عن طبق شنو؟ طبق الاظهار القراءه، جهاز كيف يطلع لي في القراءه. نجو أول نوع حكينا عليه اللي هو أجهزة قياس تماثلية أو تناظرية اللي هي الأنالوج. الأجهزة هذه أول فكرة الأجهزة اللي هي قياس تماثلية أو تناظرية عن طريق مؤشر تحرك تدريج. طبعا الأجهزة هذه تحت من قلت عشان قلنا إحنا مؤشر تحرك تدريج. طبعا الأجهزة هذه هي مرت مراحل تطورة، واجه تطور جهاز الى مرحله اليوم وصل جهاز متطور وتغير حتى شكله وبعد ديجيتال وكذا كذا، لكن فكره اساس العمل الاجهزه هذه ان قياس التماثليه اول فكره اساس بنعرفه نحن، وبعدين حنعرفه كيف تطور، لكن احنا بنعرف الفكره الاساسيه لعمل الجهاز هذا. طبعا الجهاز هذا اشهر انواع مربين الجهاز هو جهاز اول حاجه اسمه واحد اسمه شنو اول بدو يسموه فيه اجهزه الملف ذو الحديده المتحركه، سموه جهاز الملف ذو الحديده المتحركه. هو جهاز تماثلي أو تناظري، لكن مر بمرحلة تطور عدة. أول مرة بنعرف من أول مراحل مر بهن هي سموهن أجهزة الملف ذو الحديدية المتحركة. الملف من اسمه أجهزة الملف ذو الحديدية المتحركة، إيش معناتها؟ معناتها الأجهزة شنو هي؟ اللي فيه تحرك حديدة تتحرك، جهاز فيه داخله حديدة تتحرك، فحسبوك سموه تحت أجهزة الحديدية المتحركة على مبدأ شنو؟ شنو فكرة العمل متاعها؟ فكرة مبدأ العمل متاعها إما تنافر أو تجاذب بين المجالات المغناطيسية. كيف الكلام هذا؟ حنقول نحن الكلام هذا بعدين حفسر كيف. قال لك تعتمد أجهزة الحديدية المتحركة على مبدأ التنافر والتجاذب بين المجالات المغناطيسية، حيث يتم مغناطيس الملف بمرور تيار. هذه فكرة العمل متاعه، إنه يمر في تيار، طبعا في ملف الجهاز داخل الجهاز، إنه يمر تيار في ملف شنو يسبب
تيار لما يمر في ملف حيدير مجال مغناطيسي حول الملف هذا، يصبح الملف هذا كأنه شنو؟ كأنه مغناطيس. لأن يعني نحن الملف أمتى يصبح مغناطيس؟ لما يمر في تيار يدير مجال مغناطيسي حوله نفس المجال المغناطيسي للمغناطيس. بالعكس، إن الملف لما يمر في تيار يسموه فيه مغناطيس كهربائي. وش المزايا المغناطيس الكهربائي؟ إن هو تقدر تزيد من قيمته وتنقص قيمة المجال المغناطيسي هذا. يعني ملف المغناطيس تقدر المغناطيس الكهربائي تقدر تقوي وتقدر تضعفه. كيف تقوي وتضعفه؟ بزيادة التيار يزيد قوة المجال المغناطيسي هذا. لما تقلل التيار حتقل قوة المجال المغناطيسي هذا. يعني أنت ملف قاعد المغناطيس يضعف قوي، مش كيف المغناطيس موجود في الطبيعة موجود في قيمته ثابتة. لكن المغناطيس الكهربائي اللي هو الملف يمر في تيار كهربائي، حيث المغناطيس الكهربائي عنده مزايا إنه تقدر تقوي وتضعفه، عنده مزايا مجموعة مزايا، تقدر تقلب الأقطاب القطب الشمالي والجنوبي وهو ثابت في نفس المكان، تقدر تخلي هذا القطب الشمالي يضغط الجنوبي أو العكس عن طريق عكس اتجاه التيار، تقدر تجيله كلام هذا في المغناطيس الدائم، المغناطيس الدائم خلاص ديما هذا الشمالي وهذا جنوبي، أحد أطراف شمالي وأحد أطراف جنوبي، تقدر تقلبهم إلا إذا قلبتها بحركتها بروحها بيدك، لكن في نفس الوضع كي حاطه ديما هذا شمالي وهذا جنوبي، وديما قوته ثابتة. لكن الميزة في الملف المغناطيسي الكهربائي اللي هو الملف يمر في تيار، إنه تقدر تغير من القوة بتاعته وتقدر تقلب الأقطاب بتاعته. فاستفادوا منه واجد ملف الكهربائي المغناطيسي الكهربائي اللي نحن مش نحن عبارة عن خلينا وضحنا بس كيف هو. نحن قال لك أنا نعود الكلام، قال لك تعتمد فكرة الأجزاء اللي عند الحديدة تتحرك، تسمى في أجزاء ذو الحديدة المتحركة، أجزة الملف ذو الحديدة المتحركة، على مبدأ التنافر والتجاذب بين المجالات المغناطيسية، حيث يتم مغناطيسة الملف بمرور التيار الكهربائي. لما الملف يمر في التيار الكهربائي يجي كيف المغناطيس تمغنط فيؤثر على قطعة أو قطعتين من الحديد، فيؤدي إلى تجاذب أو تنافر بينهم. تمام، لما يجد هو مغناطيس فقال لك في قطعة حديدية داخل الجهاز، يا إما يجذبها يا إما يتنافر معها وكي يشتغل الجهاز. تو نفهم الكلام هذا كيف؟ أمتى يجذبها؟ خلينا نقول أمتى يجذب القطعة الحديدية دي؟ لما يقعد شنو؟ لما يقعد الأقطاب مختلفة، لما يجي المغناطيس هذا المغناطيس انتهى تختلف عن المغناطيس، مثلا هذا الشمالي وهذا حديقة مختلفة، جنوبي حيتنافر هو حيجذبها، لكن لو كانت مغناطيسهم متشابهة شنو حيصير بينهم؟ حيصير بينهم تنافر، لكن لما تجي المغناطيس انتهن مختلفة حيصير بينهم تجاذب. فنعرفوا لزة الملف ذو الحديقة المتحركة نقسموه إلى قسمين، القسم الأول اللي هو النوع التجاذبي. شنو شكل النوع التجاذبي؟ لو تشوفوا هني هي الشكل 2، الشكل ألف فيه اللي مكتوب تحت النوع التجاذبي. تشوفوا في الملف هذا، ملف الأولي هذا، طبعا الجهاز كلام هذا كله قاعد جهاز عبارة عن نقطتين، يدخل التيار الجهاز ويخرج منه، هذا التيار انت بتقيسه مثلا سبيل المثال. فلما يدخل التيار وين بيمر؟ بيمر في الملف، يمر في الملف بعدين يطلع يكمل دوتة بالطرف الآخر للملف. لكن لما يمر التيار في الملف شنو يصير؟ تمارض الملف، فأي قطعة حديدية جنبه حديد هيجذبه لأنه ما رأيش يجذب الحديد. لو نشوف نحن هنا إن المؤشر هذا قاعد متصل بقطعة حديد اللي هي قرص لولبي بسميه، قرص حديدي معلش. فشو يصير؟ هيتحرك شنو؟ تدريج. طبعا قوة تحرك تدريج تعتمد على شنو؟ تعتمد على قوة المغناطيس. نحن مغناطيس بشيء وشنو تأثر فيه؟ يأثر في التيار. فكل ما زاد التيار كل ما زاد جذب قطعة حديد، كل ما تحرك تدريج قيمة أكثر المؤشر، قيمة أكثر على التدريج. ففهمنا كلام هذا إن راهو انحراف المؤشر يعتمد على شنو؟ يعتمد على قوة جذب المغناطيس للقطعة الحديدية. وطبعا قوة المغناطيس تعتمد شنو؟ تعتمد على كمية التيار اللي مر فيه. كل ما زاد التيار كل ما زيد قوة المجال المغناطيسي، كل ما معناته القطعة الحديدية بتقترب أكثر من الملف، معناته المؤشر بيتحرك على التدريج أكثر، كل ما تحرك أكثر معناته بيقرأ قراءة أكبر، معناته كي قاعد يقرأ قيمة التيار. مجال التيار ضعيف، مجال المغناطيسي ضعيف، حركة أقل للقطعة الحديدية، حركة أقل للمؤشر. تيار كبير معناته مجال المغناطيسي كبير، معناته حركة كبيرة للقطعة الحديدية، معناته تحرك كبير للمؤشر على التدريج لأن المؤشر متصل بالقطعة الحديدية. هذه فكرة العمل بتاعها. البقية الثانية هي سواء كان الزنبرك هذا اللي احنا نقول عليه مولا هذا باش يرد المؤشر لوضعية صفر، سواء كان المكبس الهوائي هذا حتى هو باش يرد المؤشر لوضعية صفر، هذين كل الطرق باش يرد المؤشر لوضعية صفر. فقال لك انا نحكوا كيف مكتوب هنا، نعرف شنو قال، احنا حكينا كلام كله لكن شوفوا كيف مكتوب عندنا هنا. مكتوب النوع التجاذبي هو به ملف كهربائي موضوع بالقرب منه قطعة من الحديد، القطعة الحديدية هذه قابلة للحركة، مركبة على زنبرك هذا باش يرد لوضعية صفر، ومتصل بمؤشر. يعني مؤشر متصل به قطع حديد وفيه زنبرك اللي هي المولة باش ترد لوضعية صفر. فعندما يمر تيار كهربائي في الملف ينشأ مجال مغناطيسي داخل الملف فيجذب قطعة حديد متحركة، لأن قطعة حديد حرة الحركة، فتنحرف عن مكانها مسببة، لما تنحرف فيه يتحرك معها المؤشر، مسببة حركة المؤشر على التدريج كما هو موضح بشكل. وحركة هذه يمثلها قوة التيار، تيار كبير حركة كبيرة لأن مجال مغناطيسي كبير وهكذا.
فهذه هي أول نوع من أنواع ذو ملف ذو الحديدة المتحركة الزيت النظرية. جو النوع الثاني اللي هو النوع التنافري. النوع التنافري لو نحكي نحن برواحنا كي على الرسمة وبعدين نحكي شو مكتوب هنا. النوع التنافري هذا فكرة نتاعه مبدأ العمل نتاع التنافر. كيف؟ جو بحثوا في شكل 2B اللي هو النوع التنافري. هنشوف إن الملف طبعا الملف مرسوم نحن باللون السماوي هنا نفس ما كان في النوع التجاذبي أو هن التجاذبي لقيت أن كيف الملف الأول بيك شكله ملفوف عليه قطع مستطيلة كي. لكن هنا في النوع التنافري حتلقى الملف عبارة عن شنو؟ حلقة. حلقة في نصها في مركز حلقة هذا في مؤشر ماشي عند أحد أطراف الحلقة المؤشر الملف هذا تلقى في طرف المؤشر هذا فيه قطع حديد كي وتلقى جنبها قطع حديد واحدة أخرى مكتوب على اللي قاعد على المؤشر مكتوب عليه قطع حديد قابل للحركة يعني قاعد يتحرك مع المؤشر. في مركز الدائرة تاع الملف هذا فيه الزومبرك والمول ابتدى وضع صفر وفيه قطعة ثابتة أخرى ملحومة في الملف هذه قطعة حديدية ثابتة مكتوب عليها هذه قاعدة لازقة في الملف من داخل حلقة الملف والمؤشر حتى هو داخل الملف لكن طالع بر عند برا الملف باش يتحرك على التدريج لكن الجزء منه تاع المؤشر اللي قاعد داخل الملف هذه اللي قاعدة نهايتها بقطعة حديدية ثابتة حركة تتحرك مع المؤشر هتوقف وين؟ هتوقف عند قطعة حديدية ثابتة شو اللي تمسك فيها؟ هذه ثابتة لما يجي موقف عن هذه الثابتة قاعد المؤشر على صفر تو الحالة هذه تمام؟ لما يمر تيار كهربائي في الملف هذا شو يصير الملف هذا؟ هاي الملف هذا حيشن شنو؟ حيدير حول مجال مغناطيسي حيجي تمغنط نفس المغنطة اللي تمغنط بها القطعة الملحومة حديدية ثابتة هذه ملحومة على الملف هذه اللي قاعدة ثابتة في الملف هذه حتى مغنط بنفس المغنطة اللي تمغنط بها القطعة الأخرى اللي موجودة شنو؟ موجودة على المؤشر لأن هن اثنين يشتروا المغنطة من ايش؟ من نفس المجال المغناطيسي من نفس الملف من نفس المغناطيسي تماما فمعناتها تماما مش قطبيه نفس القطبيه فايش يصير لهن يصير لهن تنافر معناتها ثابته طبعا لانها هي ملحومه حديك نفس المكان شو اللي حتحرك تحرك اللي قابل للحركه اللي هي مربوطه شنو على المؤشر ملحومه في المؤشر فالتحرك فمعناتها شنو تحرك معها المؤشر تحرك على تدريج طبعا قوه التنافر شنو تعتمد على شنو على قوه المغناطه قوه المغناطه تعتمد على شنو على قوه المجال المغناطيسي قوه المجال المغناطيسي تعتمد على شنو تعتمد على قوه التيار بيشينش المجال المغناطيسي فمعناتها كلمة التيار كان عالي اللي مر في الملف معناتها مجال المغناطيسي عالي مغناطة عالية قوة تنافر عالية تحركة كبيرة على التدريج المؤشر حركة المؤشر على التدريج حتكون كبيرة معناتها هيقرا التيار كبير والعكس صحيح شو نحن نشوفه هنا شو مكتوب قدام كتب لك هنا النوع التنافر يتكون من قطعتين جاذبة من الحديد موضوعتين داخل ملف كهربائي حلقي قطعتين متجاورتين إحداهما ثابتة والأخرى قابلة للحركة تحمل مؤشر متصل بزمبرك مؤشر بتحركة تدريج لقدام وين قاعد كلام هذا كله مؤشر وين قاعد زمبرك في مركز الملف الدائري وعند مرور تيار كهربائي في الملف تتمغنط قطعتان بنفس القطبية ليش؟ لأنها تتمغنط من نفس المجال المغناطيسي مما يؤدي إلى تنافرهما وتتحرك قطعة الحديد قابلة للحركة مبتعدة عن قطعة ثابتة لأن هذه هي اللي تقدر تتحرك الأخرى ثابتة مثبتة مثبت حركة المؤشر لما تحرك هي لأنها مربوطة على المؤشر فيتحرك المؤشر على التدريج وحكينا نحن كلمة قيمة تيار عالية كلمة حركة تقدر عالية كبيرة على التدريج كوها والعكس صحيح نجود نوع ثاني من أجهزة القياس اللي تناظرية اللي احنا قلنا نسميها تناظرية أو تماثلية اللي هي الأنالوج حكينا عن النوع الأول اللي هو النوع سموه فيه جهاز الملف ذو الحديدة المتحركة جو النوع الثاني اللي هو سموه فيه الجهاز ذو الملف المتحرك يعني إذا فيه ملف يتحرك طبعا النوع الثاني يبقى عنده ثلاث تسميات يا إما التسمية اللي من طبيعة عمل الجهاز أو فكرة العمل بتاعه اللي هي الملف المتحرك أو يسمو فيه دارسون فيل هو العالم اللي اكتشف الجهاز أو التسمية اللي جت على الجهاز بعدين تسمية تجارية له هو اسمه جهاز الجلفانوميتر يعني عنده ثلاث تسميات اسم العالم اسم فكرة مبدأ التشغيل بتاعه أو مبدأ العمل بتاعه هو الاسم التجاري بتاعه يعني جلفانوميتر هذا اسم تجاري ذو ملف متحرك هذا فكرة العمل بتاعه ملف يتحرك الاسم العالم بتاعه اللي هو اسمه عالم دارسون فيل فالجهاز هذا قال لك جهاز جلفانوميتر أو ذو ملف متحرك أو جهاز دارسون فيل يستخدم على نطاق واسع في قياسات كهربائية حتى الآن يعني ما أنه جهاز قديم لكن يستعمل فيه حتى الآن في قياسات كهربائية حناخذه بالتفصيل نظرية التركيب بتاعه فكرة التركيب بتاعه ونظرية عمله ونجو أول حاجة علي تركيب الجهاز هو جهاز جلفانوميتر أو دارسون فيل أو ذو ملف متحرك منيش تكون؟ يتكون قال لك جهاز الفانوميتر ذو ملف متحرك كيف ما هو مبين في شكل 9000 نحكو على التركيب 1000 من مغناطيس دائم على شكل حدود حصان نجو نحكو الكلام هذا ونبينه على شكل
اللي هو اللي مرسوم بشكل حمراء، تمام، ينتهي بقطبين من مصنعين من ايش؟ من الحديد المطاوع، اللي هي المقاحه مكتوب عليه اس، اللي هو قطب ساوث بول، قطب حديد مطاوع، وهذا اسمه ساوث بول، هذا حيقعد قطب مغناطيسي شنو؟ جنوبي. والاخر اللي هو نورث ساوث بول، اللي هو شنو؟ اللي هو قطب شمالي، تمام. بما انهم قعدت لزقات في مغناطيس على شكل قطب حديد الان، معناتها واطراف المغناطيس هذا واحد شمالي واحد جنوبي، قطب الحديد هذا جاء لصقناه في القطب الشمالي، قعد قطب الحديد هذا طرف الشمالي، والثاني يجذب من اطراف الحديد هذه او ليس معه، لان الحديد شنو؟ لان الحديد يمر في مجال مغناطيسي افضل مر في الهواء، هاتف يجمع اكبر مجال مغناطيسي يمر فيه. فالحديد هو شنو؟ السماحيه او النفاذيه المغناطيسيه لها عاليه. فاذا كان حطوا في قطب حديد في عند نهايه المغناطيس هذا بشنو؟ بيش نحافظ على المجال المغناطيسي اللي طالع من ايش؟ من المغناطيس، ما يضيعش في شنو؟ في الهواء، لان كيف المقاومه؟ كيف التيار؟ يمر في سلك، تيار يمر في شنو؟ في سلك المقاومه قليله، تيار كبير يمر فيه، ليش؟ لان مقاومته قليله، مقاومه تمنع التيار، تمام؟ بما ان المقاومه العكس لو كانت كبيره مش حيمر في تيار عالي، فانا مش حافظ على تيار، نبي تيار كله نجيب شنو؟ سلك مقاومته بسيطه، بشنو يقدر اغلب التيار يمر، نفس الفكره هنا، مش نحافظ على المجال المغناطيسي اللي طالع من المغناطيس، فنبي حاجه شنو؟ الخطوط المجال المغناطيسي ما نشوفش بالعين هنا، نبي نحافظ عليه كله نستفيد منها، فشنو نحط؟ حط الحديد على اقطاب نهايه الاطراف هذيلا، بشنو؟ يحافظ على شنو؟ خطوط المجال المغناطيسي هذيلا يمر، لان مغناطيس الحديد له كثافه او له سماحيه مغناطيسيه عاليه او نفاذيه مغناطيسيه عاليه، يسمح بمرور اكبر كم من خطوط المجال المغناطيسي فيه. نشوف بعدها ما بين القطبين هذين او المصنعات الحديد المطاوع هذين، القطبين هذين الشمالي والجنوبي، ما بينهم شوف فيه مثبت قلب اسطواني، شوف الدائره الحلقه دي اسطوانيه مصنع من الحديد المقاول المطاوع، الدائره هذه مصنعه من الحديد المطاوع، الدائره هذه مثبته وين؟ بين القطب الشمالي والجنوبي، قلب هذه يتحد معها في المحور، يعني في المركز نتاعها شوف فيه يثبت مع شنو؟ يتحد معها شنو في المحور؟ ملف كهربائي مصنع من أسلاك كهربائية دقيقة، يعني قاعد في قلب القطعة الحديدية دي شنو فيه؟ في ملف اللي شوف فيه شكله شنو؟ شكله الأصفر مستطيل، الأصفر صغير دي هو عبارة شنو؟ أسلاك ملف مربوطات، شكله ملف هذا مستطيل شكل، قاعد وين؟ قاعد على الحلقة الأسطوانية دي الدائرية، اللي وين قاعدة؟ اللي قاعدة في مركز ما بين المسافة بين قلب القطب الحديدي، طبعا الحديد الأقطاب الشمالي والجنوبي قاعدة بيناتهم، يعني حديد أسطوانية دائرية قاعد عليها ملف مستطيل، هن اثنين هذين قابلات الحركة، والملف الأسطواني الملف المستطيل هذا مثبت عليه شنو؟ طبعا أنا قال لك مفعول إطار حديدي خفيف مستطيل شكل، هذا الملف ملفوف على إطار حديدي مستطيل شكل قابل الحركة على محور مصنع من مادة العديقة لتسهيل الحركة، المادة المصنوع عليها المحور هذا باش يسهل الحركة بتاعته، مثبت على الملف هذا شنو؟ على المحور هذا الاطار هذا شنو؟ مؤشر، يعني الملف هذا مثبت عليه مؤشر، المؤشر هذا يمشي في نهايته بك يتحرك تدريج، بيجي يبين مقدار الحركه اللي يقطعها الملف، الحركه اللي يتحرك الملف. وفي طبعا تشوف الدائره هي هذه في النص هي هذا زنبرك اللي هو المولة باش ترد الملف لوضعية صفر او المؤشر لوضعية صفر. انا قال لك هذا هو يعاكس حركه الملف او حركه الملف شنو عاكسه؟ زنبرك مثبت في الجهه الموازنه لحركه الملف والمؤشر، يعني مؤشر حركته معناتها شنو يدير؟ يوازن في الجهه العكس باش يرده لوضعيه صفر، تمام؟ هذه هو التركيب نتاعها، فكره العمل نتاعها لما يمر التيار في الملف، حنحكوا عليها ان شاء الله محاضره الجايه، موفقين ان شاء الله.